مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم في استوديو الشارع. هنفضل دايما في استوديو الشارع، نسعى لبث الطاقات الايجابيه من خلال ابراز ما يتحقق من انجازات ملموسه على الارض. دور البحث العلمي في تطوير المشروعات الصغيره والمتوسطه، ده عنوان حلقه النهارده وده اللي هنتكلم فيه النهارده. الحقيقه هو دور كبير جدا 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 جدا، مش بس البحث العلمي لكن كمان الابتكار ليه دور كبير. ايضا ريادة الأعمال لها دور كبير جدا، وهو دور وربط، في ربط كبير ما بين البحث العلمي وبين ريادة الأعمال وبين الابتكار بتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكمان متناهية الصغر. بالتأكيد الفترة الماضية ما كانش فيها ربط كبير ما بين البحث العلمي وبين المشروعات الصغيرة، لكن اهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي واهتمام القيادة السياسية أيضا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ده خلى يبقى في ربط ما بين البحث العلمي وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة. في حلقة النهاردة كمان الحقيقة عندنا تجربة في غاية الأهمية. لو كنا طول الوقت بنتكلم انه في مسافة او جاب ما بين البحث العلمي وبين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، عندنا تجربة النهاردة وضيف مهم جدا هيشرح لنا هذه التجربة وقد ايه استفدنا من البحث العلمي داخل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بعد الفاصل حلقة مختلفة جدا عن دور البحث العلمي في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. استوديو الشارع هيفضل شعاره دايما دايما مصر تمتلك، وهنفضل دايما في استوديو الشارع، نبض الشارع المصري. مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بحضراتكم من جديد. الفترة القادمة ستشهد المزيد من الصناعات، ستشهد المزيد من الابتكارات، ستشهد المزيد من الابحاث العلمية وايضا من ريادة الاعمال. خلينا نرحب بضيوفي الدكتور محمد فريد، كبير الحقيقة مدربي ريادة الاعمال بمنظمة العمل الدولية. مشرفنا النهارده. مشرف يعني. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. اهلا. وبرحب بحضرتك بالتاكيد الدكتور محسن عبد الفتاح، استاذ قسم الالكترونيات الضوئيه الجامعه اليابانيه. اهلا بحضرتك دكتور محسن. اهلا وسهلا. هبتدي مع حضرتك دكتور محمد، ودور البحث العلمي في تطوير المشروعات الصغيره والمتوسطه. الحقيقه قبل ما نشير الى الدور الخاص بمراكز البحث العلمي، هنقول بعض الارقام اللي هي موجودة في بلدنا مصر. مصر لدينا 347 مركز بحث علمي، من ضمنهم 14 مركز بحث علمي تابع لأكاديمية البحث العلمي، 219 مركز بحث علمي تابع للوزارات المختلفة، وعندنا 114 مركز بحث علمي مرتبط بالجامعات. هيودينا برضو الأرقام تثير للتساؤل ان مصر في مؤشر الابتكار العالمي كان في 2017 رقم 103 من حوالي 119 دولة، في سنة 2021 أصبح ترتيبها 94 من 118 دولة. على الرغم من مكانتها بالنسبة للبحث العلمي والأبحاث العلمية، الدولة رقم 30 من ضمن 219 دولة في ترتيبها، يعني تعتبر من الدول الاوائل في مجال البحث العلمي. يعني احنا ترتيبنا في البحث العلمي من اوائل الدول، لكن الابتكار متاخرين اللي هو التطبيق، اللي هو تطبيق البحث من ناحيه تطبيقيه او ليه في الصناعه. والله هي في قضايا كتير، يعني في مسافه ما بين الابتكار وما بين بالظبط اللي هو انا عندي مجموعه من الابحاث قبل
للتنفيذ. ليه انا ما استفدش بالابحاث دي على المستوى الصناعي وابتدي ان هي تخش النموذج الصناعي ان هي تتطبق واستخدمها؟ لان من اهداف البحث العلمي خلق منتجات جديدة، تطوير المنتجات الموجودة واشباع رغبة المستهلك، وده يؤدي بينا الى توجهات الرئيس، ان هو الرئيس في كل توجهاته وكل خطاباته اتكلم على توطين الصناعة المحلية واحلال المنتج المحلي مكان المنتج المستورد. ده مش هيجي الا من خلال الابداع والابتكار في اطلاق منتجات جديدة، تطوير المنتجات الموجودة، توطين الصناعة المصرية. وعندنا اساس الابتكار والابداع المفروض الباحثين، يعني احنا عندنا في مصر 7581 باحث بيعملوا في المراكز البحثية اللي هم 347. تخيل حضرتك عندنا هذه الكوكبة من الباحثين بمختلف درجاتهم العلمية بيطلعوا ابداع وابتكار، ولكن القصة احنا عايزين نشوف ايه الجاب ما بين ان احنا متفوقين في البحث العلمي ولكن مش قادرين نستفيد بيه في الصناعة، لان الصناعة دلوقتي بقت هي المحرك الاساسي زي ما اتفقنا للنمو الاقتصادي للدول. والصناعة مش هتنجح الا بان احنا نبقى بلد منتج مش بلد مستهلك. الانتاج مش هيجي الا من خلال المشروعات الصغيرة، المشروعات الصغيرة مش هتيجي الا من تحريك الجيل اللي طالع سواء من الباحثين او الشباب ان هم يعملوا مشروعات صغيرة من خلال الابداع والابتكار. صحيح. هاخد من كلام دكتور محمد، تعميق التصنيع المحلي وتوطين شعار صنع في مصر وتعظيم هذا الشعار، توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وايضا امتلاك النو هاو او المعرفه. والحقيقه معانا تجربه مهمه جدا الدكتور محسن، وحضرتك استاذ في قسم الالكترونيات الضوئيه وعندك بحث مهم جدا خدت فيه براءه اختراع وبيطبق امتلاك مصر للنو هاو. نسمع من حضرتك البحث بتاعك. تمام. هو فكره البحث فكره تبدو انها بسيطه جدا لكن فيها عمق كبير. فكره البحث ان هو ضوء الشمس هو ضوء الطبيعي، ضوء النهار ربنا سبحانه وتعالى. الضوء دوت هل الانسان طول عمره بيدور على ازاي يقدر يعمل مصدر ضوئي صناعي يكون موجود داخل البيت او داخل المصنع او داخل جهه معينه يشبه ضوء الشمس؟ الصناعات الحاليه حتى الان الضوء اللي طالع منها لا يشبه ضوء الشمس، في جزء منه يشبهه لكن مش بالشكل الكامل. يعني احنا جوه في البيت بنحاول نخلي النور دايما ابيض كده زي نور النهار. بالظبط كده. فكره المشروع عندي ان هو ازاي اعمل مصدر ضوئي، مصباح ضوئي يكون الضوء الصادر منه يشابه فعليا الضوء الصادر من ضوء الشمس. تمام. دي كانت فكره الابتكار. الفكره الاساسيه ان هو الضوء الشمسي او ضوء الشمس بطبيعته عباره عن طيف، الطيف عباره معناها انه في الوان مختلفه بتكون الطيف بتاع الشمس. ضوء النهار الابيض في الحقيقه مش ابيض، هو في الحقيقه خليط من الوان معتده، اللون الاخضر والاصفر والاحمر والازرق. الخلطه دي بنسب معينه هي اللي بتؤدي الى ان احنا نشوف الضوء النهار الابيض الجميل. هل السؤال دلوقتي، هل المصباح الضوئي الموجود عندنا في حياتنا اليوميه هل فعلا الضوء اللي طالع منه ضوء ابيض 100%؟ في الحقيقه لا. اللي احنا عملناه في المعمل ان احنا حللنا الطيف او الضوء اللي صادر من لمبات الليد من لمبات الليد. خلاص كل البيوت والمصانع والمستشفيات فيها اللمبه دي الليد. بالظبط كده. الليد يا ابيض يا اصفر. بالظبط. النور يا ابيض يا اصفر. الضوء الليد الابيض لو احنا حللنا الطيف اللي طالع منه بمعنى قلنا هو بيتكون من ايه بالظبط؟ لقينا ان هو داخل المعمل انه بيتكون من الضوء ازرق وضوء اصفر وضوء اخضر. ونسبه الضوء الازرق نسبه عاليه جدا داخل المصابيح ديت. ده معناها ان هي لو قارناها بالضوء الصادم من ضوء الشمس هنلاقي ان في اختلاف جذري في نسبه الضوء الازرق بالمقارنه بالضوء الموجود في ضوء الشمس. فكانت فكره الابتكار عندنا ان احنا ازاي نعمل مصدر يشابه فعليا وبشكل بنسبه 100% ضوء الشمس. وبالتاكيد هيؤدي الى ميزه مختلفه عن المصادر الضوئيه الموجوده حاليا في السوق. يعني بحث حضرتك هو ان انت حضرتك قدرت توصل ان احنا نعمل نور او لمبه ليد، مش كده؟ لمبه ليد صناعي. صناعي تشبه الطبيعي. بالظبط. ضوء الشمس الطبيعي. الشمس الطبيعي. اللي هو حضرتك قلت ما بيبقاش فيه ابيض بس، بيبقى فيه الوان مختلفه. بتبقى فيه نسبه الوان للضوء الازرق والاخضر والاصفر بنسب توزيع محدده مع بعض. بتؤدي الضوء الابيض الجميل. حضرتك سجلت ده بقى يعني تم تسجيل في وقت تسجيل بوقت اختراع في مكتب بوقت اختراع المصري لكنه بحث العلم والتكنولوجيا. دكتور محمد، دكتور محسن كده باحث ولا رائد اعمال؟ باعتبار حضرتك كبير مدربي رياده الاعمال. دي الفكره ان احنا نغير اتجاه الدكتور محسن ان هو يفكر في البحث بتاعه كبزنس.
يبص له من ناحيه البيزنس وناحيه التطبيق، وده اللي احنا محتاجينه، وده اعتقد ان هو ده الدور الاساسي والهدف الاساسي لمراكز البحث العلمي، ان هي احنا عايزين نتوجه نحو التصنيع المستدام. يعني ايه تصنيع مستدام؟ يعني ليه هدف، ليه بيتكلم على الهدف بيئي، هدف اجتماعي، هدف ربح، يحقق ربح. فقدرنا من خلال ان احنا الدكتور محسن حضر برنامج تدريبه معين، ان احنا ان هو بدأ يفكر بعيدا عن مجاله البحثي والمعامل، يفكر في اختراعه ده ازاي يتطبق وازاي يظهر للنور ويبقى فيه منتج، بس من ناحية البيزنس، من ناحية الاعمال، لما يخاطب مستثمرين احنا كمواطنين نستفيد منه، يبقى شخص بيتحط بالظبط، مش ده قصد حضرتك بالظبط، يبقى ليه انعكاس على الناتج القومي لو المنتج بتاعه ده اتعمل وغطينا الصناعة المحلية دولار. هيخلق فرص عمل، يبقى احنا خلقنا فرص عمل، استفدنا بالبحث العلمي، تمام، قدر ان هو يحقق ذاته، فيبقى ليه المشروع الخاص بيه. وده اللي اوضحه الدكتور محسن، ان هو من خلال المكان اللي هو فيه اتاح له ان هو بقى صاحب مشروع، وبالتالي الدكتور محسن دلوقتي بقى يملك قبعتين، قبعة اللي هي الخاص بان هو باحث ودكتور باحث في مجال الالكترونيات الضوئية، وفي نفس الوقت رائد اعمال، ان هو عمل ودخل بقى انتربرينير ودخل عالم الاعمال، بحيث ان هو يبقى صاحب مشروع ينتج لمض الليد اللي هي ذات بعد بيئي، زي ما انا فهمت من الكلام اللي حصل، لان هو عمل مشروع في الجرين ايكونومي، يعني هو بيعمل منتج متوائم مع الايه. طيب هاخد من كلام دكتور محمد واسالك يا دكتور محسن، دلوقتي احنا في عالم زي ما قال دكتور محمد الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة، بالتأكيد بحث حضرتك اللي بقى على أرض الواقع، أو ما عرفش نسميه بحث ولا مشروع زي ما حضرتك عايز، بقى منتج على أرض الواقع، إزاي نستفيد فيه بعالم الاقتصاد الأخضر اللي احنا داخلين لي؟ هيفيدنا في إيه؟ أنا كمواطن هستفيد بإيه من بحث حضرتك أو من المنتج بتاع حضرتك؟ أول حاجة هو بحث بدأ كبحث وتحول إلى ابتكار، وبعد كده تحول إلى منتج، وبعد كده من منتج الى مشروع. فانا في الحقيقه كنت محظوظ ان هو اتيحت لي الفرصه ان امر على الاربع مراحل دي كلها. انا كباحث طول عمري بعيش في معمل، والمعمل مظلم بحكم ان انا بتعامل مع الضوء، وبالتالي بشوف بحلل الضوء دوت. وبعدين فجاه اكتشفت ان هو ان البحث العلمي احنا محتاجين ان احنا يكون منتج في النهايه يفيد الناس، مش مجرد بحث موجود داخل درج او انا ترقيت بيه كدرجه علميه او خدت بيه جائزه معينه. كان الفكره ان هو ايه التحدي ده؟ ازاي اقدر افيد الناس بشيء حقيقي، شيء واقعي. فكره الابتكار بتاعنا ان احنا اللمبه دي او المصباح الضوئي دوت ممكن يدخل كل بيت، ممكن يدخل اي مصنع، يدخل اي مكان بيتعامل مع الاضاءه، بس ان هو هيؤدي الى قيمه مضافه كبيره، ان هو هيكون مميز باضاءه صحيه تفيد العين، بحيث ان هو لو في اي مشكله لشخص مريض عنده مشكله صحيه في شبكيه العين، المصدر الضوئي بتاعنا هيكون سليم جدا ويحافظ له على السلامه البيئيه للعينين. يعني هو المنتج ليه كمان مردود، ميزه ليه ميزه صحيه على المستخدم. المنتج له مردود صحي وبيئي. صحي لان هو هيحافظ على سلامه العين. الضوء الازرق المشكله الاساسيه فيه الموجوده حاليا على الساحه الدوليه ان هو له اثار سلبيه كتير جدا، من ضمنها انه بيأثر على شبكيه العين، وبيأثر على الساعه البيولوجيه لجسم الانسان والاراك اللي ممكن يعاني بيه الانسان. زائد حتى كمان هو تم اثبات حديثا انه ممكن ياثر على درجه الاستيعاب في المذاكره، الطلبه اللي بتذاكر تحت الضوء الليد الابيض. الليد الابيض بيبقى فيه الازرق كتير. الضوء الليد الابيض بيحتوي على نسبه عاليه من الضوء الازرق. كويس. ودوت شيء مش طبيعي، ده مش متناسب تماما مع الضوء الشمس الطبيعي. فبحث حضرتك ان احنا هنخلي ضوء الشمس الطبيعي ما فيهوش الازرق الكتير اللي موجود في الليد الابيض. بالظبط كده. الفحص فكرته ان هو ازاي اعمل شمس داخل البيت. دكتور محمد، بالتأكيد هو دور مهم جدا للإعلام انه مثل هذه الأبحاث تظهر الى النور، لكن الأهم كمان هي ان هي تبقى موجودة على الأرض، و يعني نقدر نستفيد بيها، ما يبقاش بحث موجود في درج. وده دور الحقيقة مهم جدا ليكو كرياد أعمال. وفكرة كنا نسمع عن حاضنات الأعمال، هل الابحاث اللي زي اللي بيقول بيها الدكتور محسن لازم يبقى لها حاضنات اعمال؟ هو في توجه الحكومه، يعني في سنه 2018 صدر القانون الخاص بالعلوم والتكنولوجيا، اتاح
للجامعات والهيئات التعليمية ان هي تعمل ما يسمى بالحاضنات التكنولوجية. وفكرة الحاضنة التكنولوجية دي ان هي بترعى المشروعات الى ان تخرج الى النور، من ان هي تقدر تسوق المنتج، تقدر تخش في خطوط الانتاج، يبقى كيان ناشئ. وده من دور الدولة في تعزيز بيئة الاعمال. يعني الحكومة بتسعى طبقا لتوجهات الرئيس وتوجه الحكومة ان هي يبقى فيه ربط واستفادة من مراكز البحث العلمي في المجال الصناعي. لان المعيار في الزمن المقبل هيبقى للبحث العلمي وتعاونه مع التصنيع الصناعي في ان هو يخدمه في حل المشكلات ويوفر احتياجات المستهلكين. وبالتالي الحكومة بتسعى، وكان اول سعي ليها اللي هو صدور قانون العلوم والتكنولوجيا اللي هو بيتيح للجهات ان هي الجامعات، واغلبية الجامعات دلوقتي فيها حاضنات تكنولوجية او حاضنات اعمال خاصة بمنتجات معينة بتحتضن براءات الاختراع او بتحتضن الابتكارات اللي موجودة وبتسعى ليها. واتمنى ان الدكتور محسن يعني وانا بناقشه قال لنا ان في بعض الحاجات اللي ممكن لو تم التيسير فيها. يعني هو في خلال الفترة اللي هو حصل على براءة الاختراع بتاعة المنتج، ايه المشاكل اللي ممكن تكون قابلته، بحيث ان ده يبقى عرض لحالة، لان انا بعتبره ساكس ستوري، يعني دي قصة نجاح المفروض كلنا نشوف سلبياتها وإيجابياتها، نستفيد بالإيجابيات بتاعتها في إن بقى في توجه من خلال بقى القانون، من خلال السياسات بتاعة الحكومة، التوجه نحو الأفراد المبتكرين والمبدعين دول. يعني أنا مش معقول يبقى عندي 7581 باحث في مراكز البحث العلمي المختلفة وعندهم ابتكارات، انا اساعدهم عشان استفيد بابتكاراتهم دي في الصناعة، اعمل منتجات جديدة، اوفر في تكلفة حاجات، اوفر خامات مش موجودة. وده في توجه الدولة. ده هيخليني اخد من كلام دكتور محمد واسأل حضرتك ازاي الباحثين يستفيدوا من تجربة حضرتك. ياريت حضرتك تقول لنا ازاي الجهات الحكومية اللي حضرتك اتعاملت معاها ازاي قدرت توصل ان يبقى عندك بحث علمي زي البحث بتاع حضرتك وليك اكتر من براءة اختراع. نوفر شوية على الباحثين. تمام. اول حاجة حد ابدأ ان هو الحمد لله انا عندي 24 براءة اختراع تم تسجيلهم او تم تقدم بطلب ليهم داخل اكاديمية البحث العلمي. الفكرة كان دايما ان هو الفكرة البحث العلمي لو احنا حولناه الى شيء مبتكر يبقى انا محتاج حد يتبناه او يرعاه. انا كنت محظوظ ان هو اكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا مولت مشروع بحثي ان انا افهم الضوء الصادم من ضوء الشمس عامل ازاي بحول لمنتج صناعي. كنت محظوظ لما الجامعه اليابانيه وفرت ليا عقد احتضان داخل الجامعه يحتضن فكره البحث لحد ما تحولت من مجرد انها نتائج بحثيه الى مخرج بحثي في صوره منتج. تمام. وكنت برضه محظوظ لما اتعاملت مع جهات معينه داخل مصر وفرت لي امكانيه ان هو اقدر اشوف ازاي احول المنتج دوت الى مشروع بحثي او الى مشروع تجاري. فكره المشروع التجاري ان هو احنا كباحثين عندنا مشكله ان احنا مركزين طول الوقت داخل المعمل. لكن في النهايه المنتج ده على ارض الواقع لازم يشوف النور. هو لازم يشوف النور. وعشان يشوفه لازم يكون في الحقيقه شيء تجاري، شيء يتباع للناس، شيء الناس تحس بيه. فكل ادخل من النظام البحثي لنظام التجاره دي نقله نوعيه جدا جدا جدا. فالجهات اللي داخل مصر وفرت امكانيات زي دي. دكتور محمد، الاقتصاد الاخضر احنا عندنا ابحاث اكيد كتير تفيدنا في هذا المجال. والحقيقه احنا السنوات الماضيه سمعنا كلام كتير زي الاقتصاد الاخضر، زي يعني مصطلحات زي المسؤوليه المجتمعيه، زي رياده الاعمال. بالظبط. ازاي نقدر نستفيد من مثل هذه الابحاث في الاقتصاد الاخضر؟ هو عموما الاقتصاد الاخضر زي ما قلنا لحضرتك، الاقتصاد الاخضر او الاقتصاد لو قلنا الاقتصاد المستدام، دايما نسمع كلمه مستدامه او غير ملوثه بيها كلها مصطلح جديد سمعناه لوحده. ان احنا بنقول ان المستدام ان هو بيبقى ليه ثلاث ابعاد، سواء على المحور الاجتماعي ان هو ليه اثر اجتماعي ايجابي، على البيئه غير مؤثر على البيئه، وبيحقق ارباح. وده المقصود اقتصاد اخضر، يعني غير ملوث للبيئه، ما يكونش فيه اثار سلبيه زي ما اتكلمنا في ان الضوء الازرق اللي هو بتبقى نسبته زياده شويه في الضوء الازرق اثر يضايق على العين او ياثر عليها. الفكره اللي انا باخدها من كلام الدكتور محسن وانا سعيد بيها بقصه النجاح بتاعته، ان هو قدر يوصل يبص للبحث بتاعه من منظور تجاري. يعني بدا يفكر يسوقه ازاي،
شكل المنتج يبقى ازاي اللي يقبله العميل، ايه الجهات اللي يتوجه لها عشان تساعده في ان هو يخرج الاوراق الرسميه اللي يبقى مشروعه قانوني ومشروع على ارض الواقع ويقدر يتعامل، لان احنا عارفين ان احنا عندنا بنقول مشروعات رسميه ومشروعات غير رسميه، والمشروع لازم يبقى رسمي عشان يبقى ليه كيان قانوني يقدر يتعامل بيه، يخش في مناقصات، يخش في مصانع، يقدر يحدد تكلفه منتجه ازاي، يقدر يحقق ربحه ازاي. وده التدريب اللي هو خده من خلال البرامج المتخصصه اللي هو ستارت امبروف يور بزنس او اس اي واي بي، ده اللي غير او عمل له زي بنسميه كده تدريب وتشغيل تحويلي. يعني هو غير مساره من باحث قال لك ان انا بقعد في المعمل، ان انا فكرت بلغه السوق، بلغه التجاره، بلغه الاعمال. فبقى عنده اتجاهين، ان هو يعمل بحثه وازاي البحث ده او ابنه الوليد اللي هو جه للدنيا ده يخرج للسوق ويبقى منتج ينتفع به الناس، ويقدر في يوم من الايام انا بحلم ان المنتج ده يبقى منتج مصري 100%، يبتدي نصدره ويوفر لنا عملة صعبة يأثر على الناتج القومي. لو احنا خدنا الدكتور محسن كمثال لكتير من الباحثين المفروض يتوجهوا وناخد بايديهم، اعتقد ان احنا هنحقق الهدف ان النمو الاقتصادي من احد الاسس اللي تنمو بيه وتجري بينا للامام اللي هو البحث العلمي اللي يخدم التنمية الصناعية. دكتور محسن، هاخد كلمة دكتور محمد، وان حضرتك بتحلم بايه في مجال الالكترونيات الضوئية، حاجة ممكن نحققها بعد شوية سنين كويسين، بتحلم بيها ازاي وممكن تشتغل عليها كباحث ازاي؟ انا بحلم ان كل منتج، انا عندي 24 طلب مقدمه للبراءة الاختراع، بحلم ان كل واحد من 24 دولت يتحول لمنتج حقيقي ينزل السوق ويشوف النور. كلهم في الالكترونيات الضوئية؟ كلهم في الالكترونيات الضوئية. كويس. وكلهم في تخصصات تعتبر متكررة مع بعض لكنها كلها بتحل مشاكل محددة. فكان الفكرة ان هو الحلم هل نقدر نشوف الحاجات دي كمنتجات حقيقية موجودة داخل مصر وتبقى فعلا صنع في مصر؟ طول عمرنا نسمع عنها ابحاث لكن ما شفناهاش، وكلمة حضرتك ان هو يبقى صنع في مصر امتلاك النو هاو، ان احنا في مصر نمتلك حق المعرفة، مش كده النو هاو يعني حق المعرفة بالعربي، نمتلك حق المعرفة، حاجة كبيرة جدا، وهو ده اللي القيادة السياسية بتسعى عليه، ان احنا نمتلك دايما حق المعرفة. بالظبط كده، ده حلم كبير جدا مش ليا لوحدي، كل الباحثين في مصر عندهم دايما الشغف العلمي انه يعمل بحث كويس، لكن دايما السؤال البحث العلمي الجميل ده ازاي اللي بيستهلك جزء من الساعات ومن عمر الانسان ازاي يتحول لشيء فعلا يفيد البشر، يفيد المصريين اللي حوالينا، ده حلمنا كلنا. لو ده حصل دكتور محمد هنبقى استفدنا من دور البحث العلمي في المشروعات الصغيرة. طبعا ده هيؤدي بينا ان احنا يبقى ليه مكانة تنافسية. التنافسية ان انا اقدر اطلع منتجات تغطي الاحتياجات المحلية وبالتالي النفوذ الى او النفاذ الى الاسواق الخارجية. لو انا قدرت ان انا اعمل نفاذ الاسواق الخارجية من خلال منتجاتي، جميع الدول المتقدمة اقتصاديا بتعتمد على البحث العلمي في الصناعة كاحد الادوات الداعمة للنمو الاقتصادي. هو حضرتك البحث العلمي ده اساسه ايه؟ ان انا بحل مشكلة او بسد احتياج مش موجود، يعني الفرد بتعرض لمشكلة معينة في المصانع، في خطوط الانتاج، او في احتياج لحاجة معينة لمنتج معين انا مش قادر اوفره. من خلال البحث العلمي والعقول اللي هي بتشتغل في البحث العلمي اقدر احول ان انا ابحثها لمنتجات استفيد بيها، وخاصة لما يكون الباحث اللي بيقدم المنتج ده مصري ويتعمل تصميم مصري ويتعمل نموذج صناعي ويطلع لي منتج بداية من التفكير ليه من مصري، ويبقى وينضم لخطوط الانتاج وتطوير لخطوط الانتاج، فده كله بيؤدي بينا ان احنا يبقى لينا مكانة تنافسية على مستوى العالم. دكتور محسن، مستوانا في الالكترونيات الضوئية لينا ترتيب؟ هل عندنا باحثين زي حضرتك كده بيشتغلوا في هذا المجال بشكل كبير؟ عندنا اي تجارب او زي ما قال دكتور محمد قصص نجاح في مجال الالكترونيات الضوئية؟ مصر مليانة خير كتير جدا، وخير البحث العلمي فيها حقيقي مميز، والقاعده العلميه فيها متنوعه جدا. موضوع الالكترونيات الضوئيه لان هو يبدو ان هو معقد شويه، معقد ان هو شامل نوعين اثنين، شامل الالكترونيات وشامل الضوء. والاثنين صعبين الحقيقه بالنسبه لنا، والاثنين مميزين. يعني مثلا فكره ان هو الالكترونيات الضوئيه فكرتها قايمه على ايه؟ مثلا الليد، الليد هو تحويل التيار الكهربي او الالكترونيات الى ضوء، عكسه الخليه الشمسيه تحويل الضوء الكهربي الى كهرباء.
فالعرض الصالون الالكترونيات الضوئيه فرع مميز ان هو في باحثين موجودين داخل مصر متميزين جدا فيه بيدرسوا من اكتر من زاويه مختلفه وكلهم هدفهم واحد ان هو ازاي اطور ده واحط اسم مصر على مكانه فعلا تستحقها. يعني الالواح الشمسيه دي الكترونيات ضوئيه ولا حاجه ثانيه؟ الالواح الشمسيه اللمبات الليد تعتبر كلها الكترونيات ضوئيه. يعني احنا ممكن نشتغل كمان يعني بسم الله ما شاء الله مصر الشمس فيها طول السنه نشتغل على اللوحات الشمسيه ويبقى عندنا طاقه مختلفه طاقه نظيفه اسمها طاقه جديده ومتجدده الالواح الشمسيه غير ملوثه. الالواح الشمسيه هي فعلا جزء من الالكترونيات الضوئيه اللي هي تحت مسمى كبير الطاقه النظيفه والجديده والمتجدده. فعلا احنا عندنا يعني ما شاء الله الشمس في مصر ساعات اشراق متواصله جدا بشكل كبير جدا بالمقارنه بدول كثيره في العالم. الفكره ان احنا محتاجين يكون عندنا خطه استراتيجيه للتركيز على مثلا على بناء خليه شمسيه مصريه بنسبه 100%. للاسف لغايه دلوقتي احنا عندنا منتجات بيبقى جزء منها فيها نسبه انتاج محلي صحيح لكن ما عندناش منتج 100% موجود داخل مصر. لكن الفيلد او المكان اللي احنا شغالين فيه الباحثين فيه متميزين جدا بيسعوا كل يوم ان هم يطوروا نفسهم وانا متاكد ان في يوم من الايام هنوصل لحاجه كلنا نفتخر بيها. دكتور محمد امتلاك النو هاو الحقيقه توجيهات القياده السياسيه لكل الوزارات وكل الهيئات الصناعيه وبالتاكيد هتبقى للباحثين كمان بالظبط هيفرق بشكل كبير ان احنا نمتلك النو هاو في اكثر من مجال. طبعا هو حضرتك التقدم التكنولوجي للدول بيقاس بمهارات المراكز البحثيه فيها ومدى اثره على تغيير شكل المنتجات واضافه منتجات جديده وتحسينها وبرضه بيأثر على التكلفه يعني ممكن المركز البحثي يوفر مواد مثلا خام او مواد بديله للي احنا بنستورده من بره فده بالتالي هيأثر على العائد والتكلفه من اي مشروع. وزي ما قال الدكتور محسن في حلمه في ان احنا يبقى في تشبيك وربط ما بين المراكز البحثيه المصانع المشاكل اللي بتقابلها المصانع سواء مشاكل فنية او مشاكل خاصة بالتكنولوجيا ما هو اللي بيحل المشاكل دي او بيسد الاحتياج ده المركز البحثي يعني انا اعتقد ان هو في الخطوة اللي جاية لازم يبقى فيه ربط ما بين اصحاب الصناعات وخاصة الصناعات المتخصصة سواء تصنيع غذائي تصنيع معدني في مختلف المجالات يبقى في ربط بينها وما بينها وبين المراكز البحثية لأن المراكز البحثية دي هي اللي بتوجد بدائل وبتحل المشاكل لو احنا عملنا الربط والتشبيك بين الجهتين دول اعتقد ان احنا ممكن نحل في ظل انخفاض الاستخدام التكنولوجي في الصناعه يعني احنا عندنا معدل استخدام التكنولوجيا في الصناعه طبقا للترتيب العالمي احنا استخدامنا للتكنولوجيا منخفض لو انا قدرت اعمل ربط وثيق او تشبيك بين المراكز البحثيه واصحاب الصناعات او المصانع هحل مشاكل كتير هقدر ادخل تكنولوجيا جديده موفره في خطوط الانتاج وده بالتالي هينعكس كله على تلبيه احتياجات المواطن والناتج القومي لمصر ان شاء الله. دكتور محسن في علاقه بين الابتكار والابداع ورياده الاعمال؟ في علاقه اصيله للثلاثه. فتره معينه انا كنت معتقد ان في انفصال بينهم. لكن حقيقي بعد ما خدت تجربه رياده الاعمال والفهم ايه اللي بيحصل فيها ادركت ان هي علاقه تكامليه. ما ينفعش يكون في بحث او ابتكار بدون ما تحول في النهايه المنتج مفيد. المنتج ده عشان يكون مفيد لازم يكون منتج داخل في رواية الاعمال، يكون منتج تجاري. يبقى انا حولت البحث وحولت البحث والصناعه الى شيء في تجاره. فبالنسبه لي ده كان طفره ان انا اتغير على المستوى الانساني مش مجرد باحث مركز في حاجه واحده الى واحد متعدد الاتجاهات. دكتور محمد اخر سؤال وقدامي تقريبا 30 ثانيه العلاقه ما بين البحث العلمي وبين الصناعه. الربط بينه ان انا اهتم بالابحاث التطبيقيه من اجل خروج منتجات وتحسين جوده منتجات تخدم احتياجات المستهلك على المستوى المحلي والمستوى الخارجي والنفاذ للاسواق الخارجيه. دكتور محسن اخر حاجه ممكن في 20 ثانيه حضرتك تقولها لكل الباحثين في مصر. مصر فيها خير وفيها بحث علمي كويس لكن احنا محتاجين يكون في توجه او استراتيجيه محدده توجه الباحثين ناحيه تطبيقات مفيده لمصر
وانا متاكد ان كل باحثين محتاجين حاجه زي كده. دكتور محسن عبد الفتاح استاذ قسم الالكترونيات الضوئيه بالجامعه اليابانيه، شرفتنا ونورتنا يا دكتور محسن. شكرا يا فندم. وبالتاكيد الشكر موصول لحضرتك الدكتور محمد فريد كبير مدربي رياده الاعمال بمنظمه العمل الدوليه. شرفت بحضرتك استاذ، شرفتنا ونورتنا. الله يخليك. الله يخليك. مشاهدينا الكرام، يا رب نكون قدرنا نوصل لحضراتكم بشكل مبسط دور البحث العلمي في تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبالتأكيد قدرنا نوصل لحضراتكم إن شاء الله الربط اللي حاصل ما بين البحث العلمي وما بين الصناعة، وقد إيه إن الابتكار والإبداع وريادة الأعمال مربوطين ببعض وما بينفصلوش عن بعض نهائيا. نتمنى إن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية مزيد من دور البحث العلمي في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. استوديو الشارع يفضل شعاره دايما دايما مصر تنطلق، ونفضل دايما استوديو الشارع نبض الشارع المصري.